رجا ما بشوف ميسي بيكمل بإسبانيا. يعني ما بتشوفيه؟ هكذا استقبل المشجعون الفرنسيون رافعين أصواتهم لاستقبال ساحرهم الجديد ليونيل ميسي الذي غادر برشلونة بعد 21 عاما ومواسم ذاخرة بالألقاب الذهبية. وبذلك بات نيمار وإمبابي وميسي وغيرهم من اللاعبين الكبار يقاتلون في صف واحد. ميسي أعرب عن تطلعه لبداية مسيرة رياضية جديدة مع هؤلاء.